شراك؟ اش راك؟ صافا. هذا كله فاروق بعثوني في المارشي. هاولي. قول لهم صحة رمضانكم صحة فطوركم. صحة رمضانكم وصحة فطوركم. واش يزيدوا لهم؟ واش يكملوا معنا؟ واش يكملوا معنا؟ ها يلا. السلام عليكم. راكم راهو مع بابا، شو مع المرأة؟ شو مع المرأة؟ مع بابا. السلام عليكم. صحة رمضان. هو خرجك ولا أنت خرجته؟ قول لي. هو. هذيك أيوة أيوة. قال لك هو ياك صح. شوف فرحان وساع قاعد يجوزوا عليها، واحد ما يكذب عليك. شوف ترجع تقول الله ما خذ منشيس يبدا هو خرجتك الكبده كيما يقول. قول لي خويا رمضان في بن جراح، بوكير انا في بن جراح. نعم. قول لي انت موافق تجي ولا تكون هنا ولا؟ الناس فيها صح خيار الناس. شوف رمضان باجراح يا خويا من بكري باجراح معروفه فيها بنه وحلاوه تاع رمضان. يعني تجي لهنايا تروح تشم الشريق البلوز ولا طارت ولا عفايس. لازم لك دوره. فوالا. تبنيجه تاع الليل كبيره. وتروح من. تسمى مالكري تكون قاضي فاريها في الدار إيه؟ عندك تورنا قبل الاذان. فوالا. شغل قابيس هذايا مصورنا وحنا. قول لي قول لي برك قول لي حاجه باللي قاتنا ساعه ويأذن، واش تقول الناس اللي مازال ما زاروش بالجراح؟ لا غير ارواح ارواح تشوفوا باجراح، باجراح مفتوحه مفتوحه لكل الموند الحمد لله يا رب. ويكذب عليك يقول لك ما كاينش الامان وما كاينش كاين الشرطه كاين الحمد لله. ارواح تقدروا تشرو حوايج العيد ولادكم تفرحوا بهم والله الحمد لله يا ربي. واش نقول لهم راح يفطروا ما بقاش بزاف؟ صحه فطوركم. يعطيكم الصحه. يعطيكم الصحه وصحه. بارك الله فيك. وصاحبي هاوليك واسمك؟ واش وائل؟ وائل ياك؟ باي باي. قول لهم باي باي وائل. باي باي. ربي يحفظ. ديرهم بيزو. ديرهم بيزو. ربي يحفظه لك شيخ. يعطيك الصحة شيخ. السلام عليكم. السلام. واش راكم خوتي؟ صحة رمضانكم. أنا شفت اللون تاع المنطقة حراش. قول لي خويا مع رمضان واش تقول يا رمضان؟ صافا شوية. الله يرحمك ربي يا خو الحمد لله يا خو. قول لي بن جراح الناس راهم يجوها. بيان سير يجو بارتيو يا خو. عامرة. كاين بنا سبيسيال تاع رمضان. بيان سير خويا. صح قول لي واش تقول للناس اللي مازال ما جاوش لبن جراح واش تقول لهم؟ يا خو نقول لكم مرحبا بكم بن جراح عامره وفيها كل خير. ومرحبا بكم حاجه ما تنقصكم الحاجه اللي تحوسوا عليها تلقاوها. صح مازال. صح رمضانكم. هذه كلمه ما بقاش بزاف ويأذن واش تقول لهم؟ صح نقول لكم يعطيكم الصحة. ان شاء الله يا ربي هذه هي. العزيز ان شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. واش راك خويا؟ لاباس. صحة رمضانك. الله يسلمك. رانا ندوروا في رمضان حومة بحومة الأحياء الشعبية. الله يبارك. اليوم جات دالة تاع بن جراح. مرحبا بكم عندنا يا خويا. قول لي رمضان في بن جراح كيفاش؟ رمضان باجراح حي شعبي ما شاء الله كما راكم تشوفوا الناس تقصد باجراح بزاف. باسكو فيها رخاء انتيك ناس زوالي كاع يجي الباجارة يقولوها صح. انتيك على انتيك مليحه ناس ما يجوا ما يجوا عم يجوا الناس بكثره كاع كيما دوكا ما بقاش يؤذن تما الناس بدات تهرب ما بقاش يؤذن الناس هاي تراه دوكا يا خو انتوما كان جيتو مع العشيه بتلقاو موفمو احنا لازم نجوا ساعه قبل الاذان وسما قبل الاذان سما قبل الاذان واش تقول الناس اللي مازال ما جاوا بن جراح طلع خويا نقول لهم مرحبا بكم باجارة تفضل شيخ بازار حمزه ولاد حومه قاعد يطاليو هنا الحمد لله يا رب هنايا مرحبا بكم في كل وقت يا هيا حي فطروا ما بقاش بزاف واش نقول لهم؟ ساعة فطوركم وربي يتقبل منا ومنكم وما نساوش خاوتنا في غزه ربي يحفظهم ان شاء الله وربي ينصرهم ورانا معاكم والله ربي وعالم يا شكرا ربي يحفظكم لك صحة شيخ السلام عليكم السلام عليكم صحة رمضانك خويا صحة رمضانك رانا في بن جراح انت تقول لي تصوم في الجيه ولا يومين في رمضان ولا مين داك؟ انا توجور لي لا انا يا خويا استرزق لا انا قول لي رمضان في بن جراح فين؟ الله غير عندك والله غير منا الناس ما يجوا لا راه معايا شوف غاشي صح قول لي مازال ما جاش واش نقول لهم؟ غير يجي يا خويا موف مو الله يبارك يا صح ما بقاش بزاف ويأذن واش نقول للناس اللي نشوفوا فينا؟ صح رمضانكم باينه صحيتكم عرفوا صدى الله العزيز صح رمضانك الله يسلمك قول لي خويا رمضان في الاحياء الشعبيه وحنا رانا في بن جراح واش تقول لي؟ ما شاء الله شو ما قلنا بك الناس وعات يا شيخ صح قول لي عندنا بكاع كراس قول لي الناس راهي كيما نقولوا توافد على المارشيات ياك يجوا يا شيخ مشاكل ما كاش ما كاش الحمد لله صحه واش تقول لي على بجره توليدها ولا الجزائر؟ لا لا شو انا بالبجره عندك دائما ديك الساعه قبل الاذان تجي الحمد لله لا لا باس انا انتيك لا لا الناس تجي واش نقول لهم قريب يدنا واش نقول لهم؟ صحه فطورهم وصحه عيدهم يعطيك الصحه خذ هذا المصاحف حمضانك رانا في بش جراح حي شعبي نشوفوا في كل حومه كاين مارشي
الناس يتلاقوا تقول لي بوجره حنا نعرفها من زمان تبدلت ما تبدلت كيما بكري الناس وعات انا كنت صغير كان هنا لا باكار دوك راحت الحمد لله بزاف الحمد لله تما الناس فاقت الناس خلاص يقولوا عليها انه اللي يحب زوالي كيحب يعيش حب يلبس يجي باش جراح فهمتني هذه معروفه من بكري يجي معروفه بازار حمزه ما تاع الزوالي شفتوا بازار حمزه الناس تلبس منه صح لي مازال ما ادوش واش تقول لهم قرواه مرحبا بهم يا خو باجاره و 150 ولايه رحبوا بهم وكاين واحد الحاجه المنطقة الحراش بجرة ولا فيها الأمن خير من المنطقة قال أخرى والله اللي كانت داير الشيعة بكري حراش واعرة لا مونطان واعرة تبدلت ولا الألم والسلمة هنا الحرمة الحرمة والسلمة والله يا أخي تبدلت واش تقولوا لناسكم؟ أقرب يد ما قلت لكم يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة بارك الله فيكم السلام عليكم صحة رمضانك أنا في باش جراح ندورو قول لي رمضان في باش جراح الله يبارك ما شاء الله قول لي تخرج يومين هنا الحومة الشعبية يوميا ماشي كيكون خدامك تعرف ما نجيش صح عا نبيعو شكون هذا قبل نبيعو الغاشي هيا حبيبي عا نبيعو يا عمر الله يبارك فيك ها بابا ما يهربش عندك هذا وثانيت عندي خاطر الله يبارك نتمنى قول لهم بالغلم التحية ما يزعفوش قول لي شيخ في رمضان قول لي انت يا من الناس اللي تدخل الاحياء الشعبية ولا الحي الشعبي وحكينا على بن جراح لكن ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك حنا تاع الزوالي كما نقولوا يقولوا تلبس الزوالي تلبس الزوالي كما نقولوا تعرف حي شعبي والاسعار شكون الاسعار اسعار تاع بن جراح فيها وعليها كما نقولوا كانت بكري مليحه كانت بكري مليحه صح دوكا تبدلت شويه يعني تبدلت معليش الناس اللي مازال ما زاروش بن جراح واش تقولوا في هذا رمضان مرحبا بكم خويا زورونا وما بقاش وحي بقات واحد ربع ساعه واش تقول لهم؟ تقول لهم يا خويا مرحبا بكم زورونا لا راح يفطر واش تقول لهم؟ صح فطركم يا خويا صح فطركم ربي يحفظوا لك شيخ بارك الله فيك تعيش شكرا سلام عليكم خويا سلام صح فطورك صح فطورك الله يشرفك انا نشوفك بوني الله يبارك ما يغلبكش ما يغلبنيش قول يا خويا بن جراح تهبط قبل ادم يومين هكا ولا يومين هايله احكي لي على باش جراح احكي لي عليها ماركة باجر ماركة سوالي. الحمد لله يا رب هايلة كلش كان كلش الحمد لله يا رب هي وكي قدومها يقولوا هي تلبس الزوالي تلبس لا تلبس عندك وراكم مشكورين بن جراح الله يحبوكم الغاشي الناس قاعد تقضي هنا والله غير انت الحمد لله يا رب الله هايلة يا رب الناس اللي مازال ما جاتوش تقول لها بن جراح صحة رمضانكم وصحة فطوركم يعطيك الصحة والناس اللي ما جاوش نقول لهم مرحبا بكم بارك الله فيك شيخ تعيش الله يخير على السلامه وش راك صح يا بيت تشوف خويا خويا والله صافي بليزير واش خويا والله عيش خويا والله الحمد لله صافي بليزير والله غنشوف صافي بليزير لي ديرني طون هادوما 2023 انا فيه لي جون تاعنا كاع ايتيك الحمد لله ربي وحيط واحد الرحمه وعاو عاو وعاو نو واحد الرحمه وتقالوا كاع ايتيك قالوا بلبيان ترزلوا ايتيك والله غير الحمد لله وربي يستر يعيشك تشوفني ياك طريبيا شوف الوطني والله غير الحمد لله ما بقاش ما بقاش انا شوف لا لا ديك الشيء تاعو انا هذو دير هذا لا احنا والله ما والله ما تاعو اسمع قول انا قريب يفطر شنو نقول لهم صحة فطوركم كاع لي زالجيريان كاع ايتيك وصوموا ان شاء الله بالصحة ولهنا هايدا الله يرضى عليك ان شاء الله العزيز هايدا يا بوربة باينة صحيتوا الاولاد